مشهد ليس بالجديد على قطاع غزة، فقبل نحو عامين من الآن أفاق أهالي القطاع المحاصر على طائرات تنشر الرعب في الأرض والسماء بصواريخها، قصف عشوائي، أشلاء وشهداء ودماء سفكت في كل زاوية من زوايا غزة الجريحة. التعديات الإسرائيلية راح تأثر على استحقاق أيلول، لأن الاعتداءات طالت الضفة الغربية وقطاع غزة، وكل هاي التصعيدات راح تأثر على استحقاق أيلول، لأنهم راحين يمنعوا قيامها وراحين يمنعوا إنه قيام الدولة الفلسطينية من الأصل، لأنهم بمانعوا ومش من مصلحتهم قيام الدولة الفلسطينية. الحرب على غزة الحقيقة حرب مفتعلة، هي ممكن حتى اليهود هم اللي عملوا العملية مشان السبب، يعني مبرر مشان يضربوا غزة، لانه مش بدهم يخربطوا الاوراق اللي هم رايحين مشان الامم المتحده والاعلان قيام الدوله. طبعا هم ما بهمهم انه ما يصيرش هذا الشيء. هذا معتمد على التصعيد الجانب الاسرائيلي، اذا هو صعد فراح تصعد الامور، انه هذا المعتدي هو الجانب الاسرائيلي هو اللي بيصعد. فعمليه ايلات التي لم يتبناها حتى الان اي فصيل فلسطيني، ارادت اسرائيل ان تدفع ثمنها قيادات من الفصائل وأطفال ونساء وشيوخ من قطاع غزة بذرائع أمنية. فقد هدد وزير الجيش الإسرائيلي إيهود باراك برد مؤلم على قطاع غزة، فيما يبدو أنه استخدام للعملية المركبة في إيلات كورقة ضاغطة على السلطة الفلسطينية كلما اقتربنا من استحقاق أيلول. الحراك الاجتماعي الذي يجري داخل حكومة نتنياهو وداخل أراضي 48، الأزمة الاجتماعية والمظاهرات التي تخرج الآن مطالبة بذلك وتهدد بتفكيك الحكومة اليمنية المتطرفة، والعامل الثاني وهو تصميم القيادة الفلسطينية على الذهاب إلى الأمم المتحدة من أجل المطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين كعضو رقم 194 في الجمعية العامة. يعني من الواضح أن الاحتلال يصعد من هجماته، وبالتالي هذا التصعيد قد شمل سقوط أكثر من 15 شهيد بشكل خلال أقل من 24 ساعة في قطاع غزة، بالإضافة إلى مئات الجرحى، والتهديدات والوعيد الذي يقوم بها الاحتلال باستهداف غزة هذا لم يشمل فقط قطاع غزة، وإنما من الواضح أن سياسة التصعيد مستمرة حتى في الضفة الغربية. من جهتها أدانت السلطة الوطنية الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي على القطاع، وطالبت الجهات الدولية ببذل الجهود والضغط على إسرائيل لوقف العدوان. وفي هذا السياق طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجلس الأمن للانعقاد السريع لاتخاذ قرار يمنع إسرائيل من استمرار ممارساتها العدوانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. علام سبحات، لتلفزيون القدس، من رام الله.